اسقسم كتابة ستقدر. كما قال كلنا فعلا خريج المدرسة العمومية، وكلنا جلسنا في المقاعد داخل المدرسة العمومية وتتلمذنا على يد أساتذة أكفاء لازمين إلى الآن نحتفظ لهم بالود ونحتفظ لهم بكل شيء جميل في ذاكرتهم. إذن جمال خليشا أستاذ سابق لندبة الاجتماعيات والآن رئيس مصلحة الارتقاء لتدمير المؤسسة التعليمية. سأقلب البروتوكول قليلا وأبدأ بتحية أولى لبناتنا وأبنائنا التلميذات والتلاميذ الحاضرين معنا، الأستاذات الأساتذة من النيابة العامة ومن الشرطة، السادة المديرون، السادة الأساتذة، السادة ممثلو جمعية الآباء. إذا كان السي محمد قال بأنه أن عميدة الشرطة قد اكتشفت أستاذا هنا درسها، فأنا هذا الصباح اكتشفت أستاذا يعني تقاسم معي مدرجة الكلية منذ حوالي 38 سنة، رأيته قد دخل وخرج، ربما هو هنا أستاذ داخل مؤسسة أو داخل إعدادية الفرص، وأظن إذا لم تخني الذاكرة السي يداري لي. وهو أستاذ مادة الاجتماعيات تقاسمت معه المدرج منذ حوالي 38 سنة في شعبة التعليم. إذا في البداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان لتجشمكم على الحضور والمشاركة في فعالية هذا اللقاء حول ترسيخ السلوك المدني بالمجتمع المدرسي وإرساء ما نعرفه ما يتم تداوله الآن مدرسة المواطنة، والذي نراهن من خلاله على وضع خطة متكاملة ومندمجة تستجيب